أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بكم في قناتكم قناة مصر الزراعية وبرنامجكم برنامج سنابل الخير. نحن اليوم في قاعة من قاعات المعرفة، قاعة كبرى، مجلس المحاصيل السكرية، يقوم عليها عالم كبير الدكتور مصطفى عبد الجواد، الذي جود في الإنتاج عملا وفعلا، جاب أنحاء مصر، جود في إنتاج القصب، جود في إنتاج بنجر السكر، وقف مع الفلاحين، وقف معهم، اختارته مصر على عينها، فكان نعم الاختيار ونعم العالم. إنه الدكتور مصطفى، نرحب بيك يا سيادة الدكتور. يا أهلا وسهلا، شرفتونا. الله يبارك فيك. بما إنه العام 2019 انقضى على خير، وكان مجلس المحاصيل السكرية مجلس برد ناجز، ولكن فيه بشرة جديدة حابين أن هنسمعها من حضرتك، على وجه التحديد بالنسبة لزراعات القصب، بالنسبة للفلاحين، وبالنسبة لتقليب الأرض، وبالنسبة للحاجات المجانية للفلاح بيستناها، وخصوصا قصب السكر لأنه محصول استراتيجي، محصول كبير. فعايزينك بنفسك حضرتك أنت اللي تقول لنا إيه التيسيرات وإيه الحاجات الحلوة اللي بتنتظرنا في 2020. بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقة محصول القصب، يعني مجلس المحاصيل السكرية بيشمل أو بيحتضن المحصولين الرئيسيين لإنتاج السكر، وهما قصب السكر وبنجر السكر. ولكن الحقيقة محصول القصب بيلقى العناية الكبرى في هذا المجال. يعني يمكن بتوع البنجر يزعلوا، ده مش مشكلة، لكن احنا في اهتمام كبير قوي بمحصول القصب، واهتمام كبير قوي بإنتاجية محصول القصب، واهتمام كبير قوي براحة المزارع القصب، وإن لازم مزارع القصب يكون مستريح ومن جميع النواحي. والحقيقه وعندنا كل المقومات لكده، وكل طلبات مزارعين القصب بتوصلنا، واحنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نحلها ونحاول نرضي مزارع القصب. الحقيقه احنا عندنا في مجلس المحاصيل السكريه عندنا الملاحظ ان انتاجيه محصول القصب في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول الانتاجيه شبه ثابتة، وده شيء احنا يعني بصين له بقلق. احنا عاوزين نزود انتاجية محصول القصب للمزارع. كل ما هزود الانتاجية، كل ما المزارع هيكون دخله هيزيد، كل ما هيبقى راضي عن زراعته وراضي عن الدخل بتاعه، وبالتالي هيهتم بالمحصول، وهيكون في عائد على الدولة برضه، وهيكون في عائد. ده النهاية. لكن هو انا كل اللي يهمني ان المزارع يبقى راضي، ويبقى راضي ويبقى مبسوط ويبقى دخله كويس. احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة ان من اهم الأسباب اللي ما بتؤديش الى رفع انتاجية القصب هو التجهيز بتاع التربة. احنا في المرحلة اللي فاتت كنا معتمدين على موضوع تسويه بالليزر، ويمكن معظم اراضي القصب اتسوت بالليزر اكتر من 3-4 مرات. يعني في اراضي كتير اتسوت مره واثنين وثلاثه واربعه. ده بتسويها سنويا ولا كل كم سنه؟ لا، كل اربع خمس سنين. كل اربع سنين. كل خمس سنين. ولكن الملاحظ ان من سنه ما زرع، من ايام ما اتزرع القصب في الوجه القبلي، لم تتم عمليات الحرث تحت التربه بالطريقه المظبوطه، بالطريقة المثلى. الحرث تحت التربة معناها ان انا بحرث الارض وبنزل 80 سنتي تحت الارض، يعني متر لحاجة، ودي بتعمل تهوية جامدة جدا في التربة، وبتكسر الطبقة الصماء اللي تكونت من 30-40 سنة. فاحنا عاملين خطة السنة دي ان شاء الله في الموسم الربيعي اللي جاي ان شاء الله، ابتداء من شهر يناير، ان احنا هنبتدي نعمل عمليات معينة في خدمة محصول القصب، ونقوم بيها. وعملنا اجتماعات مع الجمعية العامة لمنتج القصب الأسبوع اللي فات، وأقرينا هذه العملية، إن احنا هنعمل حرث سطحي في الأول، وبعد كده هنعمل حرث تحت التربة، وبعد كده هنعمل عملية تنعيم التربة.
تمهيدا لبداية الزراعة. التنعيم بيبقى بماكينات ولا؟ بماكينات، واتفقنا مع قطاع الزراعة الآلية في وزارة الزراعة. الحقيقة قطاع الزراعة الآلية موفر كل الآلات اللي المفروض نستخدمها، وبجرارات يعني بقوة معينة، لأن زي ما انت عارف حضرتك يعني عملية الحرق، لو أنا حرقت بجرار قوته 80 حصان غير إن أنا أحرق بجرار قوته 160 حصان، ده شيء وده شيء. 160 حصان هيديني قوة وهيعمل لي عملية الحرق بالدقة المطلوبة بالكفاءة المطلوبة، يحسن لي الإنتاجية القصب بدرجة كبيرة. فاتفقنا مع جهاز تحسين الأراضي، جهاز الزراعة الآلية، على أن احنا يقوم بالعمليات الثلاثة دي في جميع زراعات القصب اللي هتنزرع في الموسم الربيعي سنة 2020. واتفقنا على كده على أساس أن التلات عمليات دول ممكن قوي هيتكلفوا حوالي 1000 جنيه، 1100 جنيه للفدان. ده أنتوا اللي هتقوموا بنيابة عن ما أنا هقول لحضرتك. فإحنا اتفقنا على أن إحنا كنا الأول بنقوم بعملية تسويب الليزر فقط وعلى حساب المجلس، لكن أنا عشان أعمل تلات عمليات دولي أنا عندي المحصول مش هيقل عن، أو الزيادة مش هتقل من 5 ل10 طن في الفدان. حاجة كويسة. وبالتالي احنا اتفقنا مع الجمعية العامة لمنتجي القصب اللي هي ممثلي المزارعين، وهم وافقوا على كده ان احنا كمجلس يدفع 70% من التكاليف والمزارع يدفع 30%. دي فيها ميزة، احنا ما كنا بنعمل التسويق بالليزر مجانا على حساب المجلس، المزارع حتى ما كانش بيروح الغيط بتاعه لانه عملية ببلاش وما بيهتمش، لكن اما المزارع يدفع حاجة انا حاسس ان برضو المزارع هيجري ورا العملية دي وهيجري ورا فلوسه وهيعرف الشغل ده بيتم ولا ما بيتمش. فاحنا يعني هذا الموضوع مهم جدا، وفي زيادة في انتاجية القصب لا تقل عن 10 طن في الفدان. طب هو الفدان بيدي كام قصب؟ الفدان يعني النهاردة المتوسط على حسب بيانات شركة السكر بنوصل ل 37 38، يعني 35 37، يعني توصلوا 48 بيانات. لو عملنا في المساحات اللي هتعامل بهذه المعاملة. وبالتالي يعني احنا يعني توقيت الكلام ده النهاردة، وانه هتبدأوا من يناير هتزع في التلفزيون، فدي يعني مناسبة جدا، مناسبة جدا لان حضراتكم تنشروا لنا هذا الموضوع، لان الموضوع في منتهى الأهمية. يعني ما هو حضرتك انت على الهواء، هو بإذن الله تعالى على الهواء، وفي ناس هتشوفوا البرنامج وفي ناس مش هتشوفوا. احنا عاوزين البرنامج ده يشوفه كل مزارعين القصب الحقيقة بإذن الله هيشوفوه. ليه؟ لأن ده هيساعدنا كتير قوي في ان المزارع هيقبل، لأن زي ما حضر عارف حضرتك ان المزارع صعب قوي ان هو يقتنع بالجديد. المزارع من الصعوبة انك تقنعه بحاجة جديدة. يعني انت هتبدأ من اول يناير بإذن الله. اول يناير ان شاء الله في 375. لا احنا يعني هي المساحة اللي بتنزرع كل سنة حوالي 50,000 فدان. يعني هتعملوها السنة دي 50؟ السنة دي عاوزين نعملها السنة دي ان شاء الله على قد ما نقدر. مش هنعمل 50، احنا عاوزين نعمل على عشان على قد ما تقدر على قد امكانيات نوري يعني للمزارع العملية دي زودت الانتاجية دي. فدي من العمليات المهمة جدا. هنرجع لمرجوعنا، التكلفة هتبقى فيه حاجة على المزارع ولا كله على مجلس المحصول؟ ما انا بقول لحضرتك 30% على المزارع و70% على مجلس المحصول على مجلس المحصول السكري. اما لو في مزارع عاوز تسويه بالليزر لوحدها وان احنا نقوم بيها مفيش مشكله. ولكن احنا بنقول برضو وخدنا موافقه الجمعيه ومديريات الزراعه برضو كانوا معانا في الاجتماع، خدنا الموافقه بتاعتهم على ان الموضوع ده يبقى اجباري، لان ده يعني ده العلاج الوحيد لاراضي القصب الحرث تحت التربه. انما الليزر ما عملناه 3 4 مرات. كل مزارع عمل بقت فيه طبقه صامه تحت لازم تتشال الطبقه دي. يعني دلوقتي احنا هنبتدي نقسم الخدمات اللي عندك قلتها. تسويب الليزر بتفيد في حته الميه، الميه والتهويه والغذاء. الليزر انا بتكلم عن الليزر الاول، يعني الليزر الهدف منه ايه؟ كان الليزر هدف من
توفير المية. توفير المية. التقليب تحت التربة والحرث الهدف منه ايه؟ ده حاجة تحت التربة دي بدي تهوية للتربة. وبموت الحشرات. وبموت الحشايش كمان. والحشرات. كله يعني انا السلاح بتاع المحرات بينزل لي 80 سنتي تحت بيموت كل الجذور بتاعت الحشايش. تمام. بالذات الحشايش النجلية. فبيقطع الريزومات وبيدمر الحشائش كلها. فعلاوة على ان الحرث تحت التربة هيحسن لي خواص التربة بدرجة كبيرة جدا، هيقضي على الحشائش، هيقضي على الحشرات، لان طبعا لما يعمل حرث تحت التربة هتبقى في حشرات هينزل عليها الطيور اللي بتاكلها. فالحقيقة العملية دي من العمليات الهامة جدا في زيادة محصول الأصل. طب برضه عايزين برضه ان نبشر المزارعين، هل في اتجاه انكم تزودوا سعر السكر؟ نعم. والله احنا جاي لنا مذكره من مجلس النواب بهذا الخصوص، واحنا كمجلس احنا يعني وظيفتنا ان احنا جنب المزارع، ومش جنب المزارع كده من غير ده. ما احنا عايزين بفعل مش بكلام يعني. فان شاء الله باذن الله يكون في خير ان شاء الله. طب هو التين دلوقتي بكام؟ 720 جنيه. طب ال 720 من وجهه نظر سيادتك هل مجزيه للفلاح بتاع هي مجزيه للفلاح، ولكن لما زاد ل 720 جنيه حصل في زياده في سعر الوقود للامانه. وبالتالي زياده في سعر ايه حضرتك؟ الوقود. طبعا الوقود بيأثر على كل حاجة في بس عندك الوقود دلوقتي نزل. لا نزل عالميا. لا لكن هو سعره ايه في مصر دلوقتي؟ لا سعره حاجة تانية. عالي. وبالتالي المزارع بيقول لك الوقود غلى علي كل حاجة، وفعلا غلى عليه كل حاجة. فزيادة سعر الوقود خلت المزارع يطلب ان هو يزيد هذا السعر، بدل من 720 جنيه يزيد بعض الشيء. واللي موقف الموضوع شوية ان زي ما حضرتك عارف ان السكر بره سعر العالمي للسكر نازل منخفض وبيوصل لستة جنيه كيلو. مدراته بستة جنيه بالفعل، فيها مجمعات بتبيعه بستة جنيه. ما انا بقول لحضرتك. بس المشكلة كلها المزارع بقى. المزارع طيب احميه زي ما انا عايز حماية للمزارع. لا ما حماية المزارع دي سياسة الدولة. دي سياسة الدولة ما بنقدرش نتكلم فيها. الدولة تقول لك انا عاوز اوفر السكر بستة جنيه وبخمسة جنيه والناس تجيب. ولكن في المزارع بقى تعبان. المزارع دخله قليل لان التكلفة زادت عليه. تكلفة الوقود بترفع كل حاجة، بترفع موضوع النقل، بترفع موضوع الري، كل حاجة بتترفع. وبالتالي احنا بنأمل يكون في دراسة ما وبأسلوب ما. احنا عارفين ان الظروف صعبة. والسكر من بره رخيص، والسكر متوافر ومتراكم في المخازن المصانع، ولكن لازم يكون فيه نظرة للمزارع. ما احنا جايين عشان حضرتك ايه هيتقدم لنا نظرة للمزارع. لازم يكون فيه نظرة للمزارع. المزارع ذنبه ايه؟ المزارع مالوش ذنب. فبالتالي ان شاء الله كده يكون فيه حلول معينة عشان خاطر نرقى بصناعة السكر، ونخلي المزارع برضو مرتبط بالقصب ومرتبط بمحصول القصب، وانه يزود الانتاجية. لان المزارع برضو اما بيوصل تلاقي المحصول بتاعه مش جايب له دخل ومش مبسوط. هيعزف عنه. مش هيعزف. هيعزف عن خدمته. بالظبط. ومش يعني هيخدمه كويس. وبالتالي مش هيجيب محصول تاني. فيعني فالحقيقة الموضوع ده عاوز نظرة من الدولة شوي. بما انك عالم من العلماء الكبار وباحث برضه بجانب انك حضرتك رئيس مجلس محصول السكريه، ايه الابحاث الجديده اللي في القصب برضه اللي تطمننا وتطمن الدوله وتطمن المزارع؟ انا برضه هننهض بالسكر وقصب السكر، ايه الجديد في الابحاث؟ هو الجديد في الابحاث ان احنا برضه زي ما انت عارف حضرتك احنا كمجلس احنا بنتعامل مع كل الاجهزه البحثيه في الوزاره حتى ومن خارج الوزاره. يعني في لو في بحوث جايه لنا من اي مكان غير الوزاره احنا بنقبلها ومستعدين ان احنا نطبقها. فاهم حاجه دلوقتي ان احنا عاوزين اصناف مبكره توفر في الميه. يعني انا عاوز صنف مبكر ويتحصد مبكر ويوفر لي ريتين ثلاثه
بدل ما بروي 20 رأي أروي 17 أروي 18. فدي من الحاجات المهمة جدا. برضو في بحوث على تخفيض كمية الأسمدة لأن المزارع برضو بيحط كميات مهولة من الأسمدة الأزوتية، ففي برضو بحوث ودراسات ماشية وإن شاء الله توصل نوصل للنتائج بخصوص تقليل السماد الأزوتي، لأن برضو كتر السماد الأزوتي بيضر وبيخفض من نسبة السكر وبيعمل مشاكل كتير في التصنيع، لأن كل ما بيزيد السماد كل ما بيزيد الجلوكوز كل ما بيقل تبلور السكر. طب حضرتك بما انه حضرتك انت دلوقتي كلمتنا عن الطاقة، انا مرتفع في دلوقتي مصر بتتجه الى الطاقة النظيفة اللي هو الطاقة الشمسية، ليه ما نطبقش الطاقة الشمسية على السكر على المساحات بتاعة السكر؟ ما انا هقول لحضرتك، هو برضو الطاقة الشمسية زي ما انت عارف حضرتك مكلفة في الاول، مكلفة ماشي. وبالتالي يعني مزارع عنده فدانين ثلاثة يعني من الصعوبة، وبعدين لسه برضو الطاقة الشمسية ما تطبقتش بدرجة كبيرة عند كبار المزارعين، يعني لو مزارع عنده 100 فدان ولا 50 فدان ده اللي من باب أولى أن هو يستخدم الطاقة الشمسية، وابتدوا فعلا المزارعين الكبار. أنا سافرت هنا في المنبرية وجيت الطاقة الشمسية، ما أنا بقول أهو في مزارعين كبار ابتدوا لكن كتوسع على مستوى الجميع لا لسه، فهي ماشيه ببطء شويه الطاقه الشمسيه. طب يعني حضرتك يعني ممكن ننفذها في المساحه او في يعني مساحات بس مساحات كبيره، يعني ممكن نعمل تجمعات التجمعات برضو صعبه شويه، المزارعين من فدان واثنين ويتجمعوا مع بعض وحاجه زي كده صعبه شويه، لكن احنا نبتدي الاول بكبار المزارعين والشركات. كبار المزارعين والشركات طالما ان في وابتدى الناس تشوف أهميتها وإنها بتحسن في الإنتاجية وبتوفر في الفلوس، أنت بتعمل طاقة شمسية والكهرباء اللي زيادة عنك بتضمها للشبكة وبتاخد يعني لها حسبة كده، لو كل ما هتنتشر وفعلا زي ما بتقول حضرتك ابتدت فعلا تنتشر. طب حضرتك لو قدمت وإحنا برضو إحنا برضو كمجلس إحنا برضو بناء على الكلام ده إحنا ممكن أوي نساهم في هذا الموضوع وننشر هذا الموضوع ونجيب الناس اللي بتشتغل في المواضيع دي ونحاول نعمل ندوات ونعمل هتبقى طاقة نظيفة، وبعد كده على المدى الاستثماري ما أنا هدفع يعني ما الأول استصلاح الأراضي ده مكلف صح، الأول بيتكلف وبعد كده بيجيب إنتاج مثلا بعد 10 سنين ده بيعوض ال بيعوض التكاليف بيعوض التكاليف بالظبط. دلوقتي حضرتك برضه احنا هنقسم الجمهورية مثلا زراعات القصب هي بتبدا من المنيا واسيوط طبعا ما فيهاش زراعات قصب، وانا واسوان انا والاقصر واسوان هنا والمنيا اكتر وسوهاج انا جديده بتاعت سوهاج، لا سوهاج عندنا مصنع جرجه ولكن بيشتغل ب 50% من طاقته الانتاجيه. طب احنا هنقسم بقى يعني مثلا نقول مثلا المنيا اكتر محافظه بتزرع قصب، لا انا اكبر محافظه بتزرع 120 الف فدان بعدها والمنيا لا المنيا بتزرع 40 الف فدان تقريبا، بس في مصنع في المنيا مصنع فكري ابو رقاص ده في يعني المنيا ومصنع كبير ده يعني طبعا. طب ده بتستعينوا بقى بقصب هنا مثلا لو في مثلا حاجه؟ لا ما انا هقول لحضرتك هي هنا المنيا بالذات القصب بتاعها معظمه بيروح للعصارات يعملوا عسل اسود، عسل اسود بس عسل اسود معظمه بيروح عسل اسود او بيروح كتقاوي او بيروح محلات العصير هنا، لان المنيا زي ما عارف حضرتك قريبه للقاهره اقرب القاهره لبحري فمحلات العصير دي كلها بتشتغل على المنيا. احنا عندنا حوالي 40 الف فدان مزروعين قصب في المنيا، ما بيتورطش منهم لشركه السكر الا 15 الف، يعني الطاقه الانتاجيه بتاع مصنع الفكريه ده قليل يعني جدا. عشان كده عملنا مصنع بنجر جواه فالمصنع بيشتغل الاول شهر ولا شهر ونص قصب وبعد كده يشتغل بنجر. طب ليه ما زرعتوش قصب في اسيوط؟ لا هو يعني مش لا يعني ليه المزارعين بتوع اسيوط ما فكروش في حته القصب؟ لان عنده زراعات بتجيب انتاج اكتر من القصب زي الفاكهه مثلا والرمان الرمان والحاجات دي يعني لو قارنت طبعا هتلاقيها بيجيب في مبالغ كويسه عن القصب مقارنه بالقصب.
طب وجرجة حضرتك انت سوهاج بتزرع حوالي كام ألف فدان؟ برضه سوهاج بيشتغل ب50% من طاقته الإنتاجية لعدم إقبال المزارع على زراعة القصب. يعني احنا كده ككل مثلا نبدأ بمحافظة الصعيد دي بتنتج لنا قد ايه؟ وعشان كده احنا عندنا تطوير دلوقتي. احنا عملنا خط، شركة السكر عملت خط بنجر في المنيا، وبتفكر دلوقتي تعمل خط بنجر في جرجة. عشان المصانع تشتغل. عشان المصانع تشتغل بكامل طاقتها. فالمصنعين دول لازم يشتغلوا قصب وبنجر. انا كنت سألت حضرتك بين الفاصل انه وجه بحر ما بيزرعش قصب. لا. فانت حضرتك قلت لي انه برضه في زراعات بسيطة. في زراعات بسيطة. يعني للأكل وكده. والمص والمحلات العصير والكلام ده. يعني ايه؟ وبيقول يعني يعتبر مناطق بارده دي ولا لا 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 مناطق عاديه. ما هي برضو حر وكلام من ده يعني. مش لا، ما هو دلوقتي خلي بالك الوجه البحري ده بيبقى يعني يعني ابرز شويه من وجه ابلي، لكن مش قوي قوي يعني. طب حضرتك هيجي يوم من الايام مثلا يعني هنقول لبتوع قصب السكر بتوع الصعيد تخلوا جانبا واحنا هنزرع مكانكم؟ لا, لا لا مش هيحصل. ليه بقى؟ ان شاء الله مش هيحصل، لان ان شاء الله المياه موجوده باذن الله تبقى موجوده. ولكن هناك دراسات برضو احنا يعني كوزاره الزراعه ما هي ساكته، اتعملت دراسات على امكانيه زراعه البنجر لغايه اسوان وناجح لغايه اسوان. ولكن احنا شايفين القصب اساس ويعني لا غنى عنه. رغم ان احنا النهاردة السنة دي احنا انتجنا 1,550,000 طن سكر من البنجر. بسم الله ما شاء الله. 1,550,000 طن من القصب، طلعنا 932,000 طن. حضرتك دلوقتي بالنسبة برضه هنرجع برضه لحتة قصب السكر دي. القصب ده قصب السكر انتوا معتمدين على نوع واحد في القصب ولا كذا نوع؟ نوع واحد. طب ليه ما نوعتوش؟ بقالنا 60 ل70 سنة. ليه ما نوعتوش؟ مش عارفين. حضرتك لا انا على عادة الصنف الجديد، الصنف اللي بيزرع دلوقتي الحقيقة صنف يعني بنقول عليه، كان كنا بنقول عليه مارد. ايه يعني مارد؟ يعني قوي جدا. وكان من الصعوبة انه يتغير، ولغاية دلوقتي ثابت وجوده. يعني ما جربش سوس ولا؟ لا لا لا، ثابت وجوده لغاية دلوقتي. بل بالعكس احنا بنزرعه من انتاجنا احنا ده، يعني من انتاج مصر، من انتاج مصر ولا انتاج ولا احنا مستوردين؟ لا لا لا، من انتاج الوزاره. من انتاج الوزاره. من انتاج وزاره الزراعه، معهد المحاصيل السكريه، نبتة افكار الوزاره. من الوزاره. طب وانتوا يعني في المستقبل وفي اصناف بتطلع تطوير يعني في اصناف بتطلع صنف واثنين وثلاثه واربعه، ولكن اما ما يقبلش عليه المزارع او المزارع بيفضل الصنف زي ما قلت لحضرتك. المزارع صعب جدا يغير. يعني المزارع مش هيغير الصنف الا لما الصنف الموجود دلوقتي يموت خالص، ينتهي. وده مستحيل، وده تاريخ مع كل اصناف القصب اللي اتزرعت، ما تغيرش الا بعد الصنف ما مات خالص. وبعدين في مشكله كبيره، شركه السكر عاوزه صنف عالي السكر، عشان ده، والمزارع عاوز صنف عالي المحصول. قول لي بقى تتحل المعادله دي ازاي؟ انتوا بقى الوصفه فمشكله النوع. فمشكله الحقيقه. طب حضرتك دلوقتي احنا بنقول انه بنجر السكر هو الواحد، وفي مشروع في غرب المنيا، المصنع اللي باذن الله تعالى هيبتدي يشتغل يعني قريبا، نعرف الاجابه من الدكتور ولكن بعد الفاصل. دلوقتي كنا قبل فصل بنذكر الدكتور بحاجه، دكتور مصطفى، انه المشروع الواعد هو بنجر السكر، وقامت عليه صناعات كبيره، وانت كنت قلت لنا قبل كده انه حضرتك هنقوم مصنع كبير في غرب المنيا، وباستثمارات ضخمه على 130 فدان، 130 الف فدان او 120، مش متذكر حضرتك انت اللي عندك الرقم. ايه بقى الجديد في حكايه المصنع؟ البنجر في بنجر سكر. هو الصنف المصنع الجديد في المنيا شركة القناة للسكر، دي بتسهيلات وتمويل إماراتي تقريبا. وهذا المصنع إن شاء الله ابتدى في الزراعة دلوقتي،
وبادئين في الإنشاءات، وفي خلال سنتين إن شاء الله هيبتدي تشغيل هذا المصنع، وطبعا مصنع ضخم جدا وهينتج ما لا يقل عن 300 ألف طن سكر. 300 ألف طن؟ لا يقل. بسم الله ما شاء الله. ده الخطة أنه أكتر من كده، هتوصل لنص مليون طن. ده كده يبقى هنحقق اكتفاء ذاتي بقى من هو السكر. هو البنجر مش ميزة البنجر حاجة، إن البنجر بينجح في جميع أنواع الأراضي، وبالذات الأراضي الصحراوية والأراضي المستصلحة وبالتالي فرصة التوسع في زراعة البنجر أكتر، وخاصة إنه بيستهلك كمية قليلة من المية. لا ما هو حضرتك يعني دلوقتي يعني غرب المنيا حضرتك أنت يعني زرعنا 130 ألف فدان ولا إيه؟ لا هو غرب المنيا هو المصنع لسه في بدايته. ولسه الإنشاءات هتخلص في خلال سنتين لثلاثة. فيعني هو دلوقتي بيزرع للغير، للمصانع الموجودة حاليا لغاية ما يكتمل المصنع ويشتغل في الحالة دي. هي طب دي استثمارات مصرية إماراتية ولا إماراتية فقط؟ لا ما طالما ان هي استثمارات إماراتية داخلة فيها مصرية برضه. داخلة فيها مصرية. طب حضرتك احنا دلوقتي اهم المصانع اللي بنجر السكر على مستوى الجمهورية فين بقى؟ يعني المصانع اللي هي بتقوم عليها زراعات احنا بنزرع. احنا عندنا مصنعين كبار جدا، مصنع الدقهلية للسكر والدلتا للسكر. دول اكبر مصنعين بنجر عندنا، مصنع الفيوم للسكر، مصنع النوبارية للسكر. الاربع مصانع دول حكومية. ندخل بقى في المصانع القطاع الخاص. عندنا شركة النيل للسكر دي تبع ساويرس. عندنا شركة اسكندرية للسكر دي تبع سافولا السعودية. عندنا شركة الشرقية للسكر دي قطاع خاص مصري. وعندنا شركة القناة للسكر اللي هي اللي هي الجديدة اللي هي في المنيا. وعندنا مصنع المنيا اللي هو ابو رقاص اللي بيشتغل قصب وبنجر. دول المصانع. طب احنا عندنا كم الف فدان بنجر سكر دلوقتي؟ عندنا السنة دي 500 ألف. 500 ألف. طب السنة اللي فاتت كانوا 600 ألف. طب ليه نقصوا؟ لان المزارع مش عاجبه سعر البنجر. طب مفيش اقبال. طب المستهدف زراعته فيما بقى يعني فيما بعد؟ هو المفروض بعد يعني المفروض بعد شركة القناة ما تتعامل نوصل ل 800 ألف فدان. طب امتى حضرتك نقول وداعا لاستيراد السكر من الخارج؟ بعد ما يتعمل مصنع القناة للسكر. لو اتعمل بعد سنتين واشتغل مش هنحتاج سكر. ده في حاجة تانية كمان نستقول لحضرتك عليها. هناك خطة جادة لتطوير جميع مصانع سكر القصب. جميع خطة لتطوير بتكلفة عالية جدا، ودي لو اتعملت وخلصت دي هترفع الإنتاجية بما لا يقل عن 20%. يعني لو السكر بيطلع مليون طن، المصانع دي بتطلع مليون طن سكر من القصب، هتطلع 1.2 مليون أو 1.3 مليون. فممكن قوي ده حلم، ممكن قوي يحصل عندي وفرة في السكر، مش أكتفي، لا ده ممكن يبقى أصدر في الحالة دي. طب احنا بنحقق كم في المية دلوقتي اكتفاء؟ 80%. بسم الله ما شاء الله. ده ممكن لو مصنع القناة عمل او التطوير اتعمل او هيعوض. ما انا بقول لحضرتك ممكن في خلال سنتين ثلاثة لو تم هذا، خطة التطوير بالمصانع القصب مع انشاء شركة القناة، ممكن نصدر سكر ان شاء الله. طب عايزين حضرتك نقسم حاجتين، قصب السكر والبنجر. نقول ان بنجر السكر الصناعات التكميلية اللي بتقوم عليه ايه؟ يعني ناخد واحدة بالنسبة ايه لمنجر السكر، ونتكلم بعد كده عن قصب السكر. ايه الصناعات التكميلية اللي بتقوم على منجر السكر؟ ده انا اقول لحضرتك بالنسبة للقصب بيطلع ملاس وبجاس. بجاس اللي هو المصاص والملاس ده القصب. بالنسبة للبنجر الملاس والعلف. الملاس والعلف في البنجر غالي جدا. يعني بيتبعوه للفلاحين ولا ايه؟ بيبيعوه بيصدروه كله بالكامل. العلف والملاس بيصدر بالكامل بتاع البنجر من الاثنين. لا من البنجر بس. من البنجر بس الملاس بيتصدر والعلف بيتصدر باسعار عاليه جدا،
مقارنة بالقصب. طيب عشان كده البنجر تصنيع البنجر عالي جدا في الإيراد بتاعه عن القصب. طب يبقى الفلاحين مبسوطين ولا ايه؟ نيجي بقى، لا الفلاح بيبيع البنجر بتاعه بس، ملوش دعوه باللي بيجي له. ملوش دعوه باللي بيجي له. انت لا مؤاخذه، يعني عندك بقره، بعت البقره، الراجل خد البقره ده باعها، الجلد وداها فين، والقرون وداها فين، والسقط وكده. ده موضوع تاني. انت بتبيع له البنجر بس، هو بياخد البنجر يعمل به، يطلع علف وملاس ويصدره. بالنسبه للقصب بياخد الملاس ويطلع منه الصناعات التكميليه اللي حضرتك عارفها، اللي هي العشرين صناعة دي، الكحول والخميرة والروايح والخشب والخشب والكلام ده كلها، واخد بال حضرتك؟ هو شركة السكر بتطلع الحاجات دي. بالنسبة للبنجر ممكن جدا يعمل الحاجات دي، لأن ده ملاس وده ملاس، بل بالعكس الملاس بتاع البنجر أحسن من ملاس الأصل، ولكن هو بيصدره، بيريح نفسه بيصدره، ما بيستخدموش في صناعات تكميلية. طب حضرتك ما نبص على الجانب الانساني، طالما انا بستفاد كمصنع وكشركه، ليه ما بصش الفلاح؟ يعني ما هو ده عرق الفلاح، ما هو الزراعات التكميليه دي، ليه ما بصلوش؟ ما انا بكسب، ليه ما دعموش؟ هو للامانه انا اتكلمت في المواضيع دي مع شركه السكر برضه، فشركه السكر بتقول لي هذه الصناعات التكميليه ما بكسبش منها، او مكسبي منها بسيط جدا، يعني ما هوش حاجه زي ما الناس متخيله. ما احنا لو بنكسب ما هندي، لا ما هيديش، لا ما هو انا مش هتبقى ليه، يعني انا ما كنتش هكسب، ما هقومش بصناعه تكميليه. انت ولكن يعني هم بيقولوا العائد من تصنيع الحاجات دي مش عالي قوي للدرجه ان الناس كل شويه تتكلم تقول انت بتطلع 20 صناعه، بتطلع 30 صناعه. انا ما بتكلمش على دي، يعني انت مثلا يعني كل مثلا سنه، كل سنتين، لما مع زياده الاسعار والتكلفه على الفلاح، وما انت عارف الفلاح هو ده اللي بياكلنا كلنا، يعني احنا لابسين بدل وكرافطات من الفلاح. شركه السكر بتقول لك ايه؟ انا عندي السكر مرمي لغايه دلوقتي، ما هي دي المشكله. طب هيدي منين؟ مش عارف يبيع السكر بتاعه، مش عارف يبيعه ليه. ما زي ما بقول لحضرتك، بره ب6 جنيه اللي باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه، البلد غرقانه سكر مستورد، السكر بتاعه قاعد في المخازن عنده. طب ليه الدوله ما فرضاش؟ ده موضوع تاني بقى، دي سياسه الدوله. ما هو سياسه الدوله ماشي، الناس اللي بتجيب من بره دي ما بتكسب، ما هو مش الدوله اللي بتجيبه. أيوه. ده انا بيجيبه واحد. لا 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 لا، قطاع خاص. قطاع خاص. ليه القطاع الخاص ده؟ خلي بالك، ما هو بيعطل القطاع. المشكله ان انتاج السكر بره، اهم بلد منتجه للسكر البرازيل. تمام. عارف حضرتك عندها مساحات رهيبه، ملايين الهكتارات، رهيبه جدا. جاز القصب هناك شيطان، بيطلع كده، بيطلع المطر بينزل بيروي زي الغابات، وعلى زي الغابات بالظبط. مفيش تكاليف. انما انت عندك وبيدي انتاج كويس، حتى لو انتاج اي كلام ما بيصرفش حاجه. عندك القصب هنا بقى، الارض غاليه جدا. طبعا. والايجار غالي جدا، وضيقه التكلفه، السماد، الري، الري بس عاوز 20 ريه اللي القصب. هو بيمكن في الارض قد ايه؟ سنه. 20 ريه، عاوز 20 ريه. لو الري حتى ب 250 جنيه، 5000 جنيه ري بس. حتى اجر العامل نفسه، يعني حتى مش نفسه، اجر العامل اللي هيروي 100 جنيه. بالظبط. يعني انتاج القصب او انتاج السكر هنا في مصر مكلف جدا. انت تعرف حضرتك ان سعر طن البنجر في مصر اغلى من سعره في فرنسا؟ معقوله؟ اغلى اغلى. برضه لنفس الموضوع، تكلفته عاليه جدا هنا في مصر. طب ما احنا نحاول هنا حضرتك في مصر برضه نجد سياسه توازنيه، يعني سياسه توازنيه تخدم الفلاح وتخدم الدوله وتخدم برضه، ما هو الراجل برضه اللي اتصور ده مشغل ناس، ما احنا عايزين مشغل ناس. عايزين بقى نوضح سياسه حديه او تصور حدي للناس مع بعض عشان نعيش. احنا في الموضوع ده بقى لنا سنتين ثلاثه وما فيش، يعني الوضع زي ما هو. طب المشكله بتكمن، يعني بيقول لك السكر، احنا عاوزين نوفر السكر للناس والناس تاخده ببلاش. طب حضرتك بالنسبه، هنرجع تاني للقصب السكر، الفلاح بتاع هنا يعني بيطلع اللي هو العسل، يعني خلي بالك، هل العسل ده بيأثر على انتاج السكر ولا جزء تاني ده؟ لا لا لا، بيأثر طبعا.
يعني بس برضو العسل فيه تصدير عسل جامد، العسل الاسود وبيجيب عملة صعبة. لا يعني بكلم انا لو عملت عسل مثلا بس يعني بقى ما انت بتعمل على قد ما تقدر، ما انت لو انتجت عسل زيادة ممكن ما تعرفش تبيعه. طيب هل من كتره هل بيندرج تحت مجلس المحاصيل السكرية انتاج العسل؟ لا العسل لا مش فيه خالص، ولا عاملينش مصانع؟ لا 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 كله قطاع خاص، كله قطاع خاص، مفيش عصارات؟ لا 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 تتبع لا عصارات قطاع خاص كلها. طب الهيكل التنظيمي بتاع مجلس المحاصيل ملهاش لا دي ملهاش احنا الهيكل التنظيمي بتاعنا انتاج السكر، انتاج القصب اللي بيدخل المصنع، انتاج القصب، انتاج السكر اللي بيطلع من القصب اللي بيدخل المصنع. انما قصب بيطلع بره، يعني امبارح كانت فيه مشكله ناس بتعمل وقود حيوي من القصب. لا ما في وقود حيوي قطاع خاص. بلغتنا مديريه الزراعه واتفقنا معاه وبلغنا المحافظ وقف الموضوع ده، ممنوع. ممنوع يستخدم القصب في اغراض تانية. طب الوقود الحيوي ده بيستعملوا الفلاحين فيه؟ ده قطاع خاص. اي القطاع الخاص بيستعملوا فيه؟ ده انتاج هو له هو. اي ما انتاج ليه يعني؟ بيصدروا ممكن يصدر يعمل له اي حاجه. ده قطاع خاص بيشتغل فيه، يعني بديلا ده عن انتاج السكر. بديلا عن انتاج السكر. يعني بدل ما بينتج سكر بينتج بيعمل وقود حيوي. طب حضرتك انت دلوقتي سيادتك مجلس المحاصيل السكرية ليس بمنأى وحده عن الجامعات، هل في جامعات معينة برعت في انت يعني في أبحاثها بالنسبة للقصب؟ لا يعني هو الحقيقة ما وجلناش حاجة من يعني من الجامعات أبحاث أو أي دراسات بتجيلنا وقابلة للتطبيق احنا على طول هنطبقها. وكان في مؤتمر في عين شمس وقلنا هذا الكلام، لو في اي حاجه عندكم، لو في اي حاجه قابله للتطبيق احنا مستعدين نطبق. سواء جامعات سواء وزارات سواء اي حد تخدم المزارع ما عندناش مانع. حضرتك ما هو الابحاث حضرتك، طب ليه حضرتك ما بتدخلوش القطاع الخاص مع الابحاث مكلفه في كل العالم؟ في كويس ان حضرتك قلت كده. في واحد في القطاع الخاص بينتج شتلات قصب وبيحاول يبيع شتلات القصب عشان يرقع بيها القصب، وده موضوع موجود في الوزاره من زمان. احنا محتضنينه جامد جدا وعاملين مشروع وعاملين شغل في المعهد برضو المحاصيل السكريه، ودي نقطه مهمه جدا وكويس ان حضرتك قلتها، لان ده جنب بالظبط زي ما قلت لحضرتك، ده احد العوامل في زياده انتاج القصب هو الحرث تحت التربه زي ما قلت لحضرتك. نمره 2 شتل القصب. تمام. ده موضوع مهم جدا وكويس ان حضرتك فتحت الموضوع ده. احنا برضو السنه دي احنا عندنا القصب، لما بنكسر القصب اول سنه بنكسر القصب بنلاقي جور غايبه كتير في القصب. جور غايبه يعني كميه القصب قليله في الفدان. يعني حاجات فاضيه زي ايوه بقر فاضيه. البقر ديت المفروض ان احنا نحط فيها، المفروض تطلعوا منها حاجه شتلات. نحط فاشلة عشان نكمل الكثافة. ودي برضو العملية دي من العمليات اللي هترفع انتاجية الفدان ما يقلش عن 5 طن. والعملية دي برضو احنا كمجلس متبنيينها مع القطاع الخاص والوزارة، فان احنا نوفر الشتلات دي للمزارعين وندي للمزارعين الكمية اللي هو عاوزها عشان يشتل، او بمعنى اصح يرقع المساحة بتاعته، يرقع يعني يحط في الجور الفاضية دي يحط فيها شتلات. طيب في حتة فنية برضه يا دكتور، هل الحتة اللي بترقع بيها دي نفس الصنف؟ نفس الصنف، ومش ممكن تدخل مرض؟ ما احنا عايزين برضه ينطمن المزارع بتاع القصب عشان ما نسيبش حاجة ليه يعني. من نفس الصنف، لأن زي ما قلت لحضرتك هو صنف واحد اللي بيزرع بقاله 50 سنة، دي نمرة 1. نمرة 2 اتفقنا على ان هذه الانتاج هذه الشتلات تكون تحت اشراف مركز البحوث الزراعيه بمعاهده المختلفه. ما انا بتكلم على الحته دي، من بعض امراض وحشرات معهد السكريه كله. انا دلوقتي برضه هنرجع تاني للقطاع الخاص. ليه انا مثلا كدوله، انت تعرف زي ما قلت لحضرتك انت طبعا باحث وعالم كبير، ان كل العالم معتمد، الابحاث غاليه جدا ومعتمد على القطاع الخاص في ابحاثه. ليه بما انه
مجلس السكر ده والقصب والبنجر محتاج برضه ابحاث، وانت بتقول 70 سنه على صنف واحد، ليه انا ما ادخلش القطاع الخاص شريك اساسي معايا بنسبه ربح؟ شريك القطاع الخاص معانا، واي واحد بيقول لنا على اي معلومه، اي معلومه بنحتضنه وبنعمله اللي هو عاوزه. في فرق يا دكتور بعد اذن حضرتك ان يقول لنا واحتضن، لكن في فرق اني اعرض، يعني مثلا انا فلان الفلاني راجل مبسوط وعالم، هكون مثلا هو القطاع الخاص اللي هيشتغل اللي انا اشتغل معاه عباره عن شركات. بالظبط، مش كده؟ شركات مش افراد. مش شركات. معظم الشركات اللي موجوده في مصر مش شغاله بحثي. ما احنا عايزين الحته دي. معظمها مش بحثي. معظمها يا استيراد يا تصدير. يا تصدير فلوس، هو مش فاضي عايز المكسب السريع. ايوه مش فاضي عشان خاطر يعمل البحوث. لا البحوث في الدول النامية. في الدول النامية البحوث دي على الحكومات اما ان انا اجيب قطاع خاص يشتغل في الابحاث هنا. طب هو في قطاع خاص شغال في ابحاث؟ ما فيش. ما انا بتكلم على كده، لانه الدول كلها في حضرتك انت. أيوة. طبعا الدول نهضت، اوروبا نهضت على القطاع الخاص. طبعا. طيب بما انه اقدم مجلس هو مجلس المحاصيل السكريه على مستوى الشرق الاوسط، هل فكرتوا ان كنتوا توسعوا نشاطكم؟ خل مثلا عندنا اكثر من 2 مليون فدان في السودان، وهي جزء ارض خصبه وميه موجوده، هل فكرتوا تعملوا في مشاريع اقتصاديه مثلا قصب في السودان عشان يدخلوا ربح لمصر؟ لا، هم لو هو في تعاون، اللي اعرفه ان في تعاون بين مصر وبين معظم البلاد. وانا رحت السودان وزرعت بنجر في السودان، انا رحت الجزيره. انا رحت برضه وزرعت بنجر هناك، ولكن الحاجات دي وصلنا لايه؟ وصلنا ان البنجر نجح هناك جدا في السودان، ولكن ما فيش تمويل عشان يعمل مصانع، وقف كل حاجه. لا يعني انا هل مش ممكن انا ممكن ازرع كميه كبيره جدا في السودان واخدها لمصانع؟ يعني اعمل مصانع مثلا ايه في توشكا مثلا، تبقى قريبه على يبقى في فكر جديد. صعب. هو عنده هناك قصب وعنده ميكنه كامله. ده عنده ميكنه كامله للقصب في السودان. يعني السودان من ضمن البلاد اللي تعتبر فيها اكتفاء ذاتي من بينتجوا كميات كبيره من السكر. مش اكتفاء ذاتي، بينتجوا كميات كبيره يعني وباستخدام الميكنه الكامله في السودان. امال ايه؟ طب ايه حضرتك، احنا بما اننا مع حضرتك، ايه البشره اللي هتقولها بما اننا بقينا مثلا اسبوع كده العام الجديد وربنا يمتعنا؟ والله انا هقول لحضرتك، المزارع عاوز يسمع حاجه واحده بس. بالظبط. عايزين السعر. مش عاوز يسمع اي حاجه تاني. ما احنا عايزين نبشره. اما تكلموا فاحنا ان شاء الله في الطريق. بس لا، احنا عايزين الطريق. هنحاول بقدر المستطاع. الطريق ممكن، الطريق ممكن 5 كيلو. ممكن يكون 10 كيلو. لا، ممكن يكون 100 كيلو. ما هو الطريق مش احنا اللي مسؤولين عنه. الطريق يعني احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نريح المزارع. كل اللي اقدر اقوله ان شاء الله هيبقى خير ان شاء الله باذن الله. طب حضرتك عادتك برضه بمناسبه العام الجديد انك انت تقدم نصيحه للمزارعين ونصيحه احنا بنقول للمزارعين ونصيحه لاولادك الشباب. يا ريت بالنسبه زي ما اتفقنا، زي ما اتكلمنا وقلت لحضرتك في الاول، انا عندي موضوعين مهمين جدا. ان مزارع القصب يوافق ان احنا نعمل عمليات الحرث تحت التربه وتجهيز الارض كويس زي ما اتفقنا، وموضوع شتل القصب في الجور الغايبه في الخلف. دول موضوعين مهمين جدا، وعاوزين مزارعين القصب يساعدونا في هذا الموضوع. بس طب حضرتك ليه انت ما بتجيبش الفلاحين اللي عندك في قنا واسوان والمنيا، ليه ما تجيبهمش دورات تدريبيه عندك؟ اتفقنا مع شركه السكر الاسبوع اللي فات هنعمل مؤتمرات إرشادية في المصانع. والمصانع اتفقت إنها تجيب على الأقل 500 مزارع في كل مصنع، وهنعمل لهم مؤتمر نشرح فيه أهم العمليات اللي احنا عاوزين نعملها في القصب الموسم اللي جاي إن شاء الله. حضرتك هل تغيرت المفاهيم؟ يعني مثلا يعني والدي ووالد حضرتك والناس اللي في سننا دي كانت بتزرع القصب، هل تغير المفهوم بتاع المزارع بتاع القصب بتاع من 50 سنة لدلوقتي؟ يعني هل تغير؟ هل في شباب جديد مثلا دخل المجال، مثلا شباب متعلم
شباب مثقف، ولا هي نفس النوعية إلى حد ما، ولا نفس النوعية اللي بنتعامل معاها من 50 سنة؟ هي نفس العقلية اللي بنتعامل معاها دلوقتي؟ لا، هو حصل حاجة، حصل نسبة التعليم زادت قوي، وبالتالي العمالة قلت جدا، وبالتالي المتعلمين كلهم سابوا أراضيهم أو أجروا أراضيهم أو بيزرعوا مع مزارعين تانيين، وبالتالي العملية ما بقاش فيه اهتمام زي الأول. الأول كان المزارع مهتم بأرضه 100%، دلوقتي مش زي الأول. حضرتك، أنا سافرت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، الميكانة والأسلوب الري وأسلوب الزراعة كله عن طريق الكمبيوتر، كله عن طريق. متى أنا عندي مشكلة تفتيت، ما أنا هقول لحضرتك، أنا عندي مشكلة تفتيت الأرض الزراعية، دي عاملة لي مشكلة كبيرة جدا. ما أنا جمعها في لام صعب، اللي عنده أراض لا يمكن يجمعه مع أراض جنبه. يعني أنا افترض هيحصل لي مكسب. لا، هو مش عاوز المكسب ده، عاوز الأراض بتاعه يفضل قدامه كده يشبع منه، والله بجد. لكن ما هيدخل، إنما يستهدم العملية ويعمل مثلا 20 فدان مع بعض و30 فدان مع بعض، وبعد كده اضرب على الكمبيوتر واعمل وازرع كذا واقول محتاج ميه كذا ومحتاج. متى الفكر ده يوصل؟ ثقافه، ولسه احنا ما وصلناش للثقافه دي. ما احنا هنتكلم بجد بقى. ما هنتكلم احنا بقى. ما احنا دلوقتي دي ثقافه كبيره، مش دلوقتي نقدرش عليها. احنا دلوقتي عندك يعني في ختام البرنامج بندعو المصر اولا بدوام الرخاء إن شاء والنماء إن شاء والسعاده، وربنا يجعل العام القادم اللي هو 2020 افضل من العام الذي انقضى، وربنا على المستوى الشخصي يمتعك بالصحه والعافيه ومجلس المحاصيل السكريه، ويمتع كل من سمعنا بالاستقرار والامان والحب. وكل سنه وانت طيب يا دكتور. شكرين جدا، كل سنه وانت طيب، ونامل ان شاء الله زي ما بقول لحضرتك السنه الجايه تكون خير ويكون يعني رخاء على مصر كلها ان شاء الله باذن الله. وفي النهايه بنشكر حضرتك ونشكر زملائنا من طاقم الاعداد والاخراج والتصوير، وهذا هو اسكندر احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.